صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. وانت بتشوفوا الفيديو النهاردة، وصفتنا النهاردة ميني تشيز كيك، حاجة صغنونة كده وسهلة. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ولو انتوا مش مشتركين في القناة اعملوا لي سبسكرايب. ولو انتوا اول مرة تشوفوا الفيديو، انا اسمي ايمان، ويلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هنحتاج بسكوت مطحون حوالي 200 جرام، هنضيف عليهم 100 جرام زبدة انا سيحتها في الميكرويف، وخلطتهم مع بعض كويس لحد ما القوام يكون متماسك. انا هستخدم هنا صينية الكب كيك، حطيت شوية من البسكوت حوالي معلقة وضغطت عليهم كويس. ودلوقتي هنحضر الطبقة اللي هي طبقة الجبنة. انا استخدمت هنا جبنة كريمي اللي هي كيري، ممكن تستخدمي اي نوع جبنة كريمي، حوالي 200 جرام. وطبعا هنكون مطلعينها من قبلها من التلاجة ونسيبها لحد ما توصل لدرجة حرارة الغرفة عشان تتخلط معنا بسهولة. وتاني مكون هنضيف 2 ظرف او مغلف من دريم ويب، معاي كوب من كريمة الخفق، ونص كوب سكر بودر، واخر مكون معانا عصير المانجو حوالي نص كوب، وبنخلطهم كويس. هحضر هنا على جنب نص كوب ماء ساخن، هدوب فيها معلقة من الجيلاتين. وهضيفهم على الخليط وبخلطهم تاني. وبعدين حطيت طبقة التشيز كيك اللي هي طبقة الجبنة، وحطها في التلاجة لمدة من 3-4 ساعات لغاية ما تلاقوا الطبقة كده متماسكة. كان عندي شوية من عصير المانجو سبتهم على جنب، ضفت عليهم خليط الجيلاتين وبقلبهم كويس، وبوزعها على طبقة التشيز من فوق. وهرجع تاني احطها في التلاجة لغاية ما تبقى الطبقة اللي انا حطيتها من فوق تكون متماسكة.
وده شكلها بعد ما طلعتها. انا هنا زينتها بقطع من الفواكه، المانجا والتفاح، اي فاكهة موجودة عندك في البيت، وزينتها بصوص اللوتس والنوتيلا. ممكن برضو تسيبيها زي ما هي، شكلها حلو، مش محتاجة ان انت تضيفي عليها لو مش متوفر عندك. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.